السلام عليكم تلاميذ التلميذات الآباء والأمهات، مرحبا بكم عند بروف عبدو. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة. في هذا الفيديو غتشوفوا واحد الإضراب وطني اللي غديروا واحد الفئة من الأساتذة، ولكن قبل من هادشي اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم أي جديد. إذن كما كتشوفوا معايا الإخوان، البلاغ ديال التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 أو كيتسموا كذلك خريجي السلم التاسع، فكما كتشوفوا معايا هذا البلاغ اللي خرج اليوم الجمعة 16 شتنبير 2022، حنا قال لك بأنه تعلن التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خوض إضراب ليومين بتاريخ 21 و 22 شتنبير مرفوق باعتصام أمام مديرية الموارد البشرية، وكذلك الإعلان عن يوم 5 اكتوبر يوم غضب المدرس وحمل الشارة السوداء خلال الاسبوع الاول من شهر اكتوبر، كذلك تحميل الاطارة النقابية مسؤولية التعاطي الصحيح مع ملف اساتذة الزنزانة 10 في جولات الحوار القطاعي. وفي الاخير التنسيقية تدعو جميع المناضلين والمناضلات ديال التنسيقية الوطنية انهم يشاركوا في هذا الاضراب اللي قلنا غادي يكون نهار 21 و 22 شتنبير. الاخوان بالنسبة لهذ الاساتذة ديال الزنزانة 10 فهم اساتذه مرسمين، هادو واحد الفئه اللي كيتسماو خريجي السلم التاسع، هما اللي غيديروا الاضراب كما قلت لكم نهار 21 ونهار 22 شتنبير. فالاساتذه ديال التعاقد غير معنيين بهذا البلاغ، هادو اساتذه مرسمين الاخوان. دونك كما قلت لكم هذا هو الجديد ديال هذا النهار، هذا بيان بلاغ ديال هذه التنسيقيه الوطنيه ديال اساتذه الزنزانه 10. الاخوان هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، هذا لايك كومونتي بارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وهادشي اللي كاين، نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.